زي ما قلت هو اكثر بكثير من فكره مباراه وديه في التوقيت ده وقبل انطلاق مشوار المنتخب في بطوله افريقيا. اعتقد انها مباراه شبه رسميه، مباراه مطلوب فيها من منتخبنا ومن جهازه الفني بقياده فيتوريا يطمن جماهير الكره المصريه ويدينا ويدي المنافسين على فكره في البطوله اللي بالتاكيد منهم كتير هيتابع ماتش النهارده رساله بياكد عليها ان المنتخب المصري رايح ومسافر لساحل العاج عشان ينافس على اللقب. وانا كنت بقول في حلقه امبارح من سنين كتير من بعد 2010، صحيح وصلنا قبل كده مرتين لنهائي امم افريقيا، مره خسرنا قدام الكاميرون ومره خسرنا قدام السنغال، لكن ما شفتش مصر في ولا نسخه من نسخ الامم الافريقيه اجهز افضل حاضر بشكل كبير جاهز للمنافسه زي النسخه دي. واتمنى ان شاء الله ان التوفيق يكون مع لاعبتنا اللي قدموا بالمناسبه بطوله اخيره في منتهى القوه، استعاد فيها منتخب مصر كتير من قوه شخصيته وظهر بالشكل اللي احنا كنا بنتمنى او بنستنى ان هو يظهر بيه في اهم بطوله في قاره افريقيا. خليني ارحب بضيوفي النهارده في السادسه اللي هنشوف معاهم الاهداف اللي بيسعى فيتوريا لتحقيقها من المباراه، التشكيل، طريقه اللعب، واللي اعتقد انها مش هتختلف بشكل كبير عن مواجهه مصر وموزمبيق في انطلاقه مشوار مصر في ابيجان ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي. ارحب بضيوفي في السادسه النهارده المحللين الفنيين حماد الشناوي وسعيد علي. مساء الخير واهلا وسهلا بيكم، اول لقاء في السنه الجديده. حماده كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك يا رب. كل سنه وانت طيب يا ابو حميد وكل سنه وانتم طيبين برضو كمشاهدين، وان شاء الله المنتخب يكون قادر على تحقيق نتائج ايجابيه سواء في الماتش ده او في البطوله عموما ان شاء الله. سعيد مساء الخير واهلا وسهلا بيك. مساء النور عليك يا استاذ احمد، اهلا بيك، كل سنه وانت طيب وان شاء الله زي ما كان وشنا حلو على الاهلي في المونديال وشنا حلو برضو على منتخب مصر باذن الله. مستنيين كتير من منتخب مصر في البطوله دي، ومش عارف تتفقوا معايا ولا لا، في كل مره سافرنا فيها لمشاركه في بطوله امم افريقيا ظروف طبعا يمكن بعد 2010 كان في ظروف استثنائيه مرت بيها الكره في مصر كلها، في مرات لم نتاهل اساسا للمشاركه في البطوله، مرات تانية كانت مشاركتنا ضعيفه، يمكن نسختين الاقرب كانوا مع هكتور كوبر ومع كارلس كيروش 21 وما كن وصلنا نجحنا في الوصول النهائي لكن ما وفقناش في تحقيق اللقب. ايه الاختلاف في نسخه السنه دي، نسخه روي فيتوريا عن النسخ السابقه من منتخب مصر من وجهه نظركم؟ ابدا مع الشناوي. لو رجعنا من سنين لورا من 2010 لأول مرة منتخب مصر فعلا زي ما أنت بتقول يكون عنده كم كبير من اللعيبة متألقة بره مصر. يعني أنت بتتكلم أنت عندك خمس لعيبة ماشيين بشكل مميز جدا، سواء تريزيجيه، سواء صلاح، سواء مصطفى محمد، سواء كمان عمر مرموش. طبعا. يمكن السيزون ده بالنسبة لهم تقريبا كلهم ما شاء الله توب فورم وكلهم عندهم مستوى عالي من الفعالية مع الفرقة اللي بيلعبوا معاها. ده حقيقي، وكمان لو رجعت كمان للخطوط الخلفية بتتكلم على حجازي، صلاح، كمان محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، عمر كمال، محمد هاني، فتوح، محمد حمدي، إمام عاشور، زيزو في نص الملعب. منتخب عنده قوام لعيبة تقيلة على المستوى التقني كمان، مش بس لعيبة بتلعب بره، لا عندك كمان اللعيبة المحلية اللي بتلعب جوه مصر أو بتلعب في الدول العربية، لعيبة ذو جودة محترمة جدا. لو كمان لو رجعنا للنسخة بتاع 2017 يا أحمد، إحنا كنا رايحين، إحنا ما كناش متوقعين إن إحنا ممكن نعدي المجموعات، وكان أغلب المحللين كانت بتتكلم إن منتخب مصر مش هيقدر يعدي دور 16 كمان لو عدى المجموعات. والنسخة اللي فاتت برضو ما حدش كان متوقع إن منتخب مصر ممكن يوصل فاينل، تغلبت رابع العالم. ايوه المغرب طبعا. المغرب ده كانت افضل مباراه للمنتخب في البطوله دي. فالحته دي بقى هتاخدنا للجزء المهم في الكلام، ان البطولات المجمعه ما بتعتمدش على قوه تكتيكيه. دايما البطولات المجمعه او مدرب المنتخبات في البطولات المجمعه بيعتمد على تفاصيل تكتيكيه اقل مع تحميس وتحفيز للعيبه اكتر. بمعنى انت كل لاعب توفر له ظروف نفسيه وفنيه جوه الملعب تخليه يطلع افضل حاجه. عشان كده الحته دي كنت بقول ان لازم روي فيتوريا يجد توليفه ان يخلي الخماسي المحترفين المتالقين في التوب 5 ليج بره مصر لازم يلعبوا كلهم في الماتش. كانت دي ما كانتش هتيجي غير بطريقه واحده بس، ان انت تلعب ب 4 2 3 1 مش 4 3 3. وخلي بالك عمر مرموش في الدوري الالماني نقطه قوته برده انه بيجي من العمق، فلما بيلعب متطرف قوته بتقل. هنيجي للكلام على اللعيبه المحترفه، بس انا عايز اسال سعيد، مشوار منتخب مصر مع روي فيتوريا، هل طبعا مع وجود، احنا بنتكلم على الحقيقه اللعيبه وهي نازله في بدايه المباراه، الولاد كبرت، يعني صلاح اللي كان يعني لسه ناشئ صغير النهارده كابتن فريق، احمد حجازي اللي كان لسه برضه لعيب صغير بقى واحد من كباتن الفريق، فالولاد كبروا. صحيح. هل نجح فيتوريا منذ توليه مسؤوليه؟ صحيح هو ما خدش اختبارات صعبه رغم انه كان في بعض الماتشات الحقيقه اللي ظهر فيها المنتخب
بشكل ودي من ماتشات من العيار الثقيل زي ماتش بلجيكا مثلا في الكويت، زي ماتش الجزائر اللي انتهى بنتيجه 1-1. هستعرض معاكم طبعا النتائج، لكن هل تقدر تقول يا سعيد انه فيتوريا نجح في انه يحط بصمه على المنتخب المصري، او انه يقرا القماشه بتاعت لعيبته ويقرا الاسلوب الامثل اللي يقدر يخش بيه منافسات قويه زي بطوله امم افريقيا؟ طيب خليني يا استاذ احمد اخد من سؤالك واعمل ربط ما بين منتخب مصر مع فيتوريا ومدخلك للحلقه النهارده. ايه الاختلافات اللي جرت على منتخب مصر مع فيتوريا مع الاخرين؟ خلينا اقول ان فيتوريا استبدل هويه منتخب كان مع هيكتور كوبر ومراحل ما بعده وكيروش، منتخب بيلعب بشكل براجماتي، بيلعب بشكل يميل اكتر الى النهج الدفاعي، فلسفه دفاعيه، بيفكر انه ازاي يسرق ويخطف، الى منتخب اصبح يمتلك هويه هجوميه مختلفه شويه بصرف النظر عن التفاصيل اللي هندخل فيها دلوقتي وطبيعه الخصوم اللي واجههم. لكن فيتوريا رجل يؤمن اكثر بكره قدم هجوميه وفلسفه مختلفه. بشوف ان احنا امام منتخب اكثر تنوعا، والتنوع الخططي واحد من اهم المحددات اللي بتحدد قبل اي بطوله مجمعه قدرتك على التنافسيه. يعني ايه قدرتك على التحول من شكل لاخر، من فلسفه لاخر، تدافع او تهاجم، دي بتحدد بشكل كبير قدرتك على التنافس. ليه؟ لان جوه البطوله المجمعه بتحصل متغيرات كتير، سواء خاصه بيك فيما يتعلق بالاصابات اللي هتحصل وفيما يتعلق بالاجهاد و او خاصه باختلاف خصوم، هتقابل خصوم مختلفين في طبعا الشكل وفي طبيعه الاداء بتاعهم بالظبط. فبشوف ان التنوع اللي حاصل مع روي فيتوريا والشكل الهجومي بيدينا هويه منتخب مختلفه شويه عن كيروش وكوبر. الحاجه الثانيه، وده اللي يمكن كان دايما مسار، يعني كوبر نجح انه يوصل معانا كاس عالم، ونجح انه يوصل معانا نهائي امم افريقيا، ورغم كده كان دايما في حاله عدم رضا عن هيكتور كوبر وعن كيروش شكل المنتخب المصري، وده حصل برضه واتكرر تاني مع كارلوس كيروش. لكن هو تبدل مع فيتوريا، اصبحنا امام هويه مختلفه. ايضا واحده من اهم العوامل اللي تخلينا ان احنا نشوف منتخب مختلف، ان احنا امام منتخب زي ما حضرتك ذكرت يا استاذ احمد اكثر تمرسا وخبرات. بمعنى ان المنتخب اللي ذاق يعني ذاق ظروف صعبه او معطيات صعبه جدا جدا في 2017، ثم في البطوله الاخيره انك بتخسر امام الكاميرون بعد الدقيقه 85، وتخسر امام السنغال بضربات الجزاء، اعتقد ان نوعيه اللاعبين اللي اتحطت في المواقف دي واتحطت تحت الضغط ده اصبحت اكثر نضجا وقدره على التعامل مع ظروف مشابهه. فبشوف زي ما انت حضرتك قلت، احنا مش بس من 2010، لا انا بقول ان الجيل ده وصل الى كم تراكمات وكم خبرات وكم تجارب تؤهله انه يكون النهارده قادر يقدم افضل ما لديه مع مدرب ايضا يمتلك التنوع الخططي ويمتلك القدره على انه يقدم لنا حاجه. اضافه الى اللي الشناوي ذكره واتكلم عليه بشكل تفصيلي، جوده الافرات، احنا النهارده لاول مره بنصل الى امم افريقيا وغالبيه لاعبينا او معظمنا ان لم يكن الكافه بيصلوا باعلى ما لديهم من مستوى فردي. محمد صلاح النهارده لاول مره من سنين طويلة بشوف محمد صلاح مبسوط جدا في الصور، في التمارين، مع كل الناس. محمد صلاح في كل ظهور ليه حالته المزاجية عالية جدا جدا، وده أرقامه السنة دي مع ليفربول حقيقة بالظبط. هو بيصل لينا وهو رقم واحد في كل شيء، يعني صحيح. النهارده بيعادل هالاند، النهارده بيحطم كل الأرقام القياسية، وبيتجاوز هالاند كمان على مستوى صناعة الأهداف صحيح. يعني هدف جول هالاند هداف طبعا، ومساهماته كلها مع سيتي تهديفيه، لكن صلاح كمان بيتفوق في ناحيه صناعه الاهداف، والنهارده بيزيح مايكل اوين من قائمه العشرة العظماء. يعني صلاح جاي لنا بعد اسبوع واحد فقط في تاريخ الدوري الانجليزي كله بالظبط. ده جاي بحاله عاليه جدا كمان، مش بس صلاح، احنا كل مره بنقول صلاح و10 لاعبين او 10 زي ما بنقول يعني باصل صلاح، لكن النهارده مصطفى محمد واصل في توب فورم، واصل فورم عاليه جدا، بينافس، عامل بدايه قويه جدا لو جدا. تسمح لي يا سعيد، يعني انا هختلف معاه في دقيقه واحده بالظبط. هو احنا البراجماتيه اللي احنا كنا بنلعب بيها مع كيروش ومع هيكتور كوبر لولاها ما كانش منتخب مصر وصل فاينل. يعني خلينا نكون صراحه، بلاش نقيس على منتخب مصر بتاع الجيل الذهبي او حضاره مصر او قيمه مصر بالنسبه لقاره افريقيا، لا قيس على مدى تطور المنتخبات المجاوره لينا وكم المحترفين اللي بيمتلكوها وكم المدربين الكبار جدا اللي بقى موجودين في القاره. أيوه. يعني بتتكلم في السنغال، بتتكلم في غانا، بتتكلم في الجزائر. هقول لك حاجه شناوي، البطوله بتاعت افريقيا بالذات ملهاش قواعد ثابته. صحيح. يعني هقول لك مثلا حتى بالنسبه لنا، يعني احنا 98 لما البعثه سافرت ما كانش في حد في الشارع المصري يتوقع انه منتخب مصر يوصل نهائي اساسا، صحيح، يفوز باللقب.
لما كسبنا 2006 وكنا ابطال القاره قلنا كسبناها عشان كانت على ارضنا وسط ملعبنا. لما رحنا 2008 وخد بالك انت قابلت من كوت ديفوار في عز مجد الجيل الذهبي لكوت ديفوار، جيل مش هيتكرر مره تانية. صحيح. لما رحت 2008 وانت حامل اللقب ما كانش برضو في ايمان كبير انك انت تقدر تحقق اللقب والانجاز مره تانية، فكل مره بتحس انه لا مفيش قاعده ثابته تقدر تقيس عليها المنتخب ده رايح يجيب كاس الامم ولا رايح ينافس ولا هيودع بدري بدري. بالظبط. واحنا هنا مش بنحدد او بنقول ان فيتوريا افضل من كيروش او كوبا بقدر ما انا برصد الاختلاف. يعني وجهه نظر الشناوي فكره انه لو كانت اختلفت طريقه البراجماتيه اللي لعب بيها هيكتور كوبر وكيروش وانا عايز اقول لك ممكن جدا نودع بدري بدري. اقول لك حاجه كمان، منتخب مصر واحسبوها عليا من دلوقتي، منتخب مصر لو راح كاندر دوج كطرف ضعيف ويلعب ان هو يخطف هياخد حاجه في البطوله دي، لو راح على انه طرف قوي وصاحب فلسفه هوائيه انا بقول لك منتخب مصر مش هياخد حاجه. طب هو رايح على اي اساس دلوقتي؟ انت شايفه فين؟ لا هيتجبر برضه في الادوار الاقصائيه ان هو يلعب برضه بتراجع زي ما كان بيلعب. طيب كيروش. هو هقول لك حاجه، يعني انا هقيس على مشوار كيروش ويا ريت تجيبوا لنا الارقام سريعا كده نتائج منتخب مصر مع كارلوس كيروش. الماتشات الثقيله اللي انت دايما كجمهور تبقى حاطط ايدك على قلبك او مستني تشوف المنتخب هيظهر ازاي، هي دي الماتشات احسن ماتشات قدمها منتخب مصر مع كارلوس كيروش. صحيح. يعني ماتش بلجيكا حدش يقول ان بلجيكا راح كاس العالم مرشحه لانها تحقق اللقب، والجزائر تلعب معاه جيم كبير جدا وتكسب بلجيكا. دي ارقام الخاصه بمنتخب مصر مع فيتوريا، 6 مواجهات رسميه و7 لقاءات وديه، فاز في 11 مباراة، تعادل في مباراة وخسر مباراة واحدة اللي هي كانت مباراة تونس، سجل 31 واستقبل 6 أهداف. لو بصيت على المشوار ده هتجد أنه أفضل ماتشات لعبنا فيها كورة، سيبك من النتيجة، أفضل ماتشات لعب فيها المنتخب أو ظهرت فيه شخصية منتخب مصر الهجومية اللي كان سعيد بيتكلم عليها هتلاقيها بلجيكا والجزائر. ماتشين صعبين تقال جدا، بالذات كمان ماتش الجزائر حطيت في ظروف صعبة وطرد مبكر لمحمد هاني، ورغم كده ما حسيتش أبدا في أي لحظة من عمر المباراة إن المنتخب تراجع أو لعب على زون، لا بالعكس كان أكتر من ند وكان ممكن يخلص المباراة بأكتر من هدف. بص أنا زي ما قلت لك، هو الأرقام اللي بتاع روي فيتوريا مع منتخب مصر والفلسفة والهوية على فكرة حاجة أنا كنت بنادي بيها من زمان. بس الوقت اللي جه فيه روي فيتوريا قبل البطولة كان محتاج وقت أطول، كان محتاج احتكاك اكبر واشرس. ما ينفعش ان انا لما اجي ابص على الكام ماتش اللي احنا لعبناهم والاقي فيه اقوى منتخبين لعبناهم هو بلجيكا من سنه فاتت او اكتر من سنه كمان ومنتخب الجزائر ماتش ودي، لا انت كنت لازم توفر له ماتشات وديه تقيله تكون مناسبه للبطوله اللي انت رايح. انت رايح تقابل غانا. تنزانيا تقييمك ايه ليها ايه؟ لا تنزانيا في مستوى موزمبيق، في مستوى كاب فيردي، بس مش في مستوى غانا. مش في مستوى المنتخبات اللي انت تقابلها في دور 16 دور الثمانيه نص النهائي ان شاء الله لو صعدت. فهي دي الفكره ان انت بتمرس وتخلي الاحتكاك عند لعيبتك اكتر. خلي بالك احنا بنتكلم على الخبره يا احمد، وانت عندك 4 لعيبه بس في منتخب مصر معديين 50 ماتش دولي. يعني محمد صلاح 94 93 والنني 94 واحمد حجازي 85 ومحمد الشناوي 53. انت متخيل الاربع افراد دول بس هم اللي معديين 50 ماتش دولي. انت بتتكلم في منتخب مصر في 2010 اغلب لعيبه الجيل اللي كانوا رايحين يلعبوا اقل واحد فيهم عنده بتاع 80 ماتش. فبرضه اللعيبه دي ما بتلعبش بشكل متتالي. بس خد بالك مش عارف برضه سعيد، يعني لو اتكلمنا على الحاله العامه للاعبين في المنتخب دلوقتي، عندك المحترفين غالبيتهم ان لم يكن كلهم تقريبا حاله تالق كبيره جدا. الاهلي اللي يعني اعتقد فيه 7 أو 8 لعيبه من اختيارات كيروش للاعيبه النادي الاهلي جايين من بطوله قويه جدا قدموا فيها مستويات عاليه جدا في كاس العالم، فبالتالي الجاهزيه الفنيه دي ممكن الى حد كبير تعوض قله الخبرات للاسماء اللي ما شاركتش او ما عندهاش مشاركات دوليه مع منتخب مصر في البطوله. لا انا بشوف ان احنا يعني مروان عطيه مثلا مشواره مع منتخب مصر ما هواش كبير قوي، لكن جاي من بطوله كان متالق فيها جدا، خد مان اوف ذا ماتش، لعب مع مستويات صحيح تكاد تكون في بعض الاوقات من وجهه نظري اعلى حتى من المنتخبات اللي موجوده في بطوله امم افريقيا. فبالتالي هنا الحاله العامه حاجه بتشيل حاجه، او الجاهزيه الفنيه والتوب فورم ممكن شويه تعوض قله الخبرات. فيما يتعلق بالخبرات والتمرس، لا احنا قدام فريق يمتلك ده. لما يكون نصف قوام المنتخب او التشكيل الاساسي على الاقل 5 أو 6 لاعبين لعبوا 2 نهائي، انت مفيش اي مجموعه في امم افريقيا اي منتخب تاني عنده 5 6 لعيبه خدوا 2 نهائي. فده لوحده كافي
الى جانب ده هتلاقي معظم اللاعبين بيلعبوا اخر سنتين ثلاثه فموجودين متواجدين، يعني مش بيبتدوا مشوارهم النهارده. كل مروان عطيه كعنصر جديد بيدخل عنصر جديد، مهم ان يكون في تجديد بعنصر او اثنين، وده اللي حصل مثلا النهارده في السنغال. لو دخلت بعد شويه هتلاقي عنصرين فقط دخلوا على التشكيل اللي فاز بامم افريقيا الاخيره. فانا ما عنديش قلق نهائي فيما يتعلق بالمواقف، قدره اللاعبين على التعامل مع امم افريقيا ومواجهتها. لا، احنا قدام منتخب واحد من اللي عندهم التجارب والتراكمات. وخلينا نقول لما نيجي نقول امم افريقيا وانت مغمض عينيك كده، مصر عمرها ما بتدخل وهي طرف مش مرشح. يعني انا اجريت اكتر من 10 حوارات صحفيه، وتابعت اكتر من 30 40 حوار صحفي لنجوم افريقيا لعبوا او لسه بيلعبوا او مدربين، ولا واحد استبعد مصر. لما نيجي نقول كاس العالم تقول لماذا البرازيل المرشح الاول لاي كاس عالم؟ لانه البرازيل. لما تيجي تقول امم افريقيا على طول تقول لماذا مصر المرشح الاول لاي امم افريقيا؟ لان هي هويه امم افريقيا، فدي معروفه طول الوقت. يضاف اليها جيل لاعب اثنين نهائي في اخر ثلاث بطولات، يضاف اليها محمد صلاح الرجل الذي يعامل الان في اوروبا كونه ميسي. يعني منذ رحل ميسي عن اوروبا مين هو اللي ظاهر في حاله ميسي؟ محمد صلاح. فكل العوامل دي بتحط طبعا منتخب مصر كمرشح قوي جدا جدا. صحيح ممكن لما تيجي تدخل في التفاصيل الفنيه والخططيه ترصد او تلمح او يبرز منتخب السنغال كشكله اقوى، ربما منتخب المغرب اكيد. انت مش رايح رحله، ده انت رايح بالظبط. لكن في النهايه منتخب مصر كله واخد باله منه قوي، وكله واخد باله ان هو بيواجه محمد صلاح اهم لاعب في العالم حاليا. فبالتاكيد انت رايح واحد من المرشحين، ده بيحط عليك اعباء، ده بيزود عليك الضغوط، ده اللي بيخلي روي فيتوريا طول الوقت يطلع ويقول انا لا اعد بالالقاب. رغم لو دخلت جوه المعسكر، لو دخلت في الغرف المغلقه، لو دخلت في النقاشات الجانبيه بينه وبين صلاح وبين اللاعبين، هتتاكد تماما ان الراجل ده يؤمن جدا بقدرته وقدره لاعبيه على انه يحقق اللقب. وفعلا من داخله هو رايح وهدفه وحلمه التتويج باللقب، لكن هو بيحاول يخفف الضغوط، بيحاول ما يروحش اللي هو الطرف الافضل في البطوله. مهم ان يتقال السنغال الاقوى، مهم ان يتقال المغرب الاقوى، لكن لازم داخليا يبقى اللاعبين مؤمنين جدا جدا جدا، لان زي ما شناوي قال في البدايه ان العوامل المعنويه الذهنيه التحفيزيه هي واحده من المحددات المهمه جدا اللي تخليك في الاخر تبقى بطل ولا لا. هو راهنش قوي مع الاجانب، مش عارف ليه، رغم ان انا يعني بشجع تجربه فيتوري، بشوفه واحد من المديرين الفنيين اللي ادوني مقدمات تقول انه باذن الله احنا ماشيين في الطريق يعني اللي يودينا لحاجه كويسه. لكن بحس دايما ان المديرين الفنيين المصريين بينجحوا في تعويض او في الشغل على النواحي المعنويه افضل بكتير من الاجانب. صحيح. التاريخ بيقول كده بصراحه. ده حقيقي. يعني في اوقات كتيره جدا مع كابتن حسن شحاته، مع كابتن جوهري الله يرحمه، سواء في كاس العالم 90 او في امم افريقيا في بوركينا فاسو، بحس انه دايما المدير الفني قادر يطلع من اللعيب المصري يشتغل على الناحيه النفسيه والمعنويه افضل بكتير من الاجانب اللي هم براجماتيين، اللي هم بتوع العلم وبتوع الشغل وبتوع التدريب. يعني لو جيت بصيت على اكتر من منتخب هتلاقي على فكره التجربه دي ناجحه جدا، سواء بقى جمال بالماضي، سواء الرجراجي كمان مع منتخب المغرب، سواء كان كابتن حسن شحاته. الحته دي ناجحه ليه؟ لان زي ما قلت لك في بدايه الحلقه ان في المنتخبات او في البطولات المجمعه دايما العامل النفسي بيبقى رقم واحد اكتر من العامل الفني. لان انت بتروح تجيب مثلا لعيب بيلعب مع نادي بقاله سنه، بيجمع اكتر من لاعب، اكتر من ثقافه، اكتر من دوري، فما فيش حد فيهم بيبقوا مجمعين على اسلوب واحد. عشان كده كان نفسي يبقى مع فيتوريا حد في الجهاز عنصر مصري، يعني يعرف يكمل الحته. عارف ليه يا احمد؟ يعني مكان احترامي طبعا لكابتن ايمن عبد العزيز، بس يعني في ممكن مستوى معين من الخبره، ناس اشتغلت قطع الكارير واضح. خليني اقطعك، احنا عندنا قطعني فراغ وفقر ومحدوديه في المدرب المصري بشكل واضح جدا. في السنوات الاخيره لما تبص على اخر 10 سنوات منتخبات مصر على كل المستويات، ناشئين، براعم، منتخب فريق شباب، احنا ما عندنا، ما بنولدش. ليه؟ ما فيش خطط، ما فيش استراتيجيات، ما فيش تاهيل.
دايما دايما بنقول ونعيد ونكرر لازم نهمش او نجنب فكره الصحاب والود والحب في اختياراتنا عشان نختار ناس مؤهله اولا ثم نعينها على انها تتطور وتلعب الدور ده. انت لما بتتكلم النهارده عن كابتن جوهري وكابتن حسن شحاته هم ظواهر، احنا بقى ما بنتكلمش عن ظواهر، احنا عايزين مدربين بقدرات يعني بقدرات جيده، مش عايزين ظواهر، عايزين قدرات جيده تعيننا على ان احنا نقدم نموذج نقدم كادر. لكن في اخر كام سنه مصر غير قادره على انتاج مدربين بسبب التخطيط اولا، التخطيط والاداره من فوق من اداره اتحاد الكره، مش ربما يكون الفترات اللي جايه في مساعي، ربما يكون في خطط بتحصل بس على الاقل تقدير. يعني حتى لو اتفقت معاك كسعيد انه ما فيش برامج، وانا متفق معاك في الجزئيه دي، انه يعني فكره انك انت واحد من اهم تطوير اللعبه نفسها، واحد من اهم عناصرها هي فكره الشغل على المدربين. وانا فاكر كمان انه كان في تجارب لمدربين مصريين يمكن ما خدوش الفرصه هنا، لكن نجحوا بشكل كبير جدا خارج الحدود. يعني طارق مصطفى في المغرب عمل شغل اكتر من رائع مثلا، اسم عنده التجارب اللي تقول لك انه كان مرشح لان هو يقود انديه كبيره في المغرب. صحيح، هي الفكره بس انه حتى لو ده مش موجود، فكره التخطيط والتحضير والاعداد بتاع الكوادر دي، انا شايف انه جزء من انك انت تستعين بخبرات اجنبيه في الاجهزه الفنيه انديه ومنتخبات، انك تشغل معاهم كوادر تتعلم وتاخد منهم خبرات. يعني المدير الفني او الهيد كوتش بتاع المنتخب ده شناوي مش جاي بس يشتغل هيد كوتش، لكن كمان انا محتاجه يدي خبراته او ينقل خبراته لعناصر تحت منه اقدر استفيد بعد كده منها في المستقبل. ده ما حصلش. حسام البدري اشتغل مع جوزيه قد ايه وبعد كده حقق انجازات لنفسه ومع النادي الاهلي ومع غير النادي الاهلي. صحيح. بص الفكره فين؟ الفكره هي مش معتمده على المنظومه بس، هي معتمده كمان على الافراد اللي موجوده جوه المنظومه او المدربين بشكل خاص. انا هتكلم بقى على المدربين. انت كمدرب الاتحاد المصري بتاعك مش موفر لك مساحه ان انت تتعلم، مش موفر لك مساحه ان انت تجرب او تشتغل. انت بقى هنا بتلجا للتعليم الخارجي، انت بقى تروح تحضر تاخد رخص تشتغل تتمرس بحيث ان لما تجيلك الفرصه تكون مؤهل. ولكن مع احترامي كل المدربين اللي موجودين هو معتمد بس فقط على كونه لعب كرة قدم سابق، سواء بقى كنت أهلي زمالك إسماعيلي كل الأندية الكبيرة، هو بس بيعتمد على فكرة أن أنا كنت لعب كرة قدم. فأنا بقى أنا ما اشتغلتش ليه؟ وخاصة بقى بيشتغل على الناشئين. على فكرة ده أهم مرحلة في حياة أي لعب كرة قدم. صحيح. من سن 10 سن 20 سنة. صحيح. هاخدكم للماتش تنزانيا او اختيار تنزانيا. تنزانيا بالمناسبه الناس كتير جدا تعتقد انها على الرغم من تاريخنا معاها يعني كله لمصلحه المنتخب، اعتقد خدنا معاهم ايه 12 مباراه تقريبا 11 مكسب وواحد تعادل. لكن تنزانيا الحقيقه الكره اختلفت فيها او قدمت على مستوى الانديه، ما اعرفش طبعا شكل المنتخب التنزاني، عارف ان عندهم محترفين كتير، لكن قدمت على مستوى الانديه نتائج كويسه جدا في عن الكره التنزانيه. يعني سيمبا ويانج افريكانز في السنوات الاخيره بقوا دايما حاضرين. فاختيار تنزانيا بالنسبه لكم كان موفق ولا لا؟ واسمع رايكم في الاهداف اللي بيسعى فيتوريا. الجمهور عايز عرض قوي، عايز نتيجه مطمئنه، عايز يحس ان المنتخب جاهز انه يروح افريقيا، لكن قد تكون وجهات نظر فيتوريا مختلفه شويه. اختيار تنزانيا واهداف فيتوريا من اللقاء من وجهه نظرك سعيد؟ انا بشوف ان اختيار تنزانيا يعني هو الاهداف منه انك بتبحث عن مكسب معنوي. انت مش عايز قبل البطوله بساعات قليله او بعدد ايام قليله تروح مهزوم معنويا، تروح محبط، فبالتالي انت اخترت مدرسه اقل شويه تقدر من خلالها تروح بحاله معنويه جيده. الجانب الثاني انت هتواجه نوعين من المدارس في افريقيا، نوع الخصم المتكتل اللي بيدافع بشكل كبير قدامك، وانت بالتالي بيكون الموضوع اكثر صعوبه او اكثر تعقيدا في ان انت بتبحث عن حلول. فبالتالي تنزانيا نموذج لده، هو مش بيجرب تنزانيا عشان موزمبيق، لا هو بيجرب تنزانيا عموما علشان في منتخبات كتير ممكن تقابلها بالشكل ده. اعتقد ان كل منتخبات المجموعه بما فيها غانا هيواجهوك بنفس السيناريو، ان هم بيلعبوا بشكل دفاعي وانت بتهاجم. فبشوف انه فيهم غانا. صحيح. لكن هو فيتوريا حاسسني ان مصر هتتصدر المجموعه بمنتهى السهوله. سعيد مش بمنتهى السهوله، خليني اقول ان كل الماتشات صعبه. يعني تنزانيا موزمبيق كل منتخبات افريقيا معاها مفاجاتنا بتيجي دايما مع الفرق الصغيره انا مؤمن ان احنا هنواجه صعوبات.
في كل المباريات هنواجه صعوبات، وخاصة البدايات دايما بتشهد ان انت بتدخل في المود شوية، بتحاول توصل لفورمة معينة. احنا بداياتنا كانت ولا اسوأ في النسخة الاخيرة يعني ماتش نيجيريا فاكر احنا كألفنا كمية تأليف في الكورة. صحيح احنا عملنا اسوأ مباراة، نخسر اكتر من كده كتير. صحيح. فبالتالي انت المنتخبات في افريقيا تقاربت بشكل كبير جدا مع التطور الخططي، والناس بتعرف توقف بشكل كويس، بتضيق المساحات. فاعتقد ان تنزانيا هو اختيار يعني ربما يكون يعني مقبول، ما نقولش غير كده. لكن في وقت سابق، في وقت سابق كان لازم يبقى عندنا غزاره اكبر او كم اكبر من التجارب القويه. اعتقد ان هو الراجل ظلم فعلا في النقطه دي، ان هو ما خدش تجارب كافيه تخليه لما يروح لدور الثمانيه او دور الادوار الاقصائيه المتقدمه يكون عنده احتكاك قوي يناسب المنتخبات اللي هيصطدم بيها. طيب خليني قبل ما اسمع الاهداف، لانه انا عندي كلام كمان على الطريقه والتشكيل اللي اختارهم فيتوريا لبدايه المباراه. اعتقد انه ممكن بنسبه كبيره جدا يكون راهن على القوام الاكبر او الشكل من ناحيه الاسماء وطريقه اللعب اللي هيبدا بيها او هيشارك بيها، باستثناء طبعا غياب الشناوي وجود محمد صبحي. الشناوي طبعا سليم، بس يمكن هو اعتقد يعني دي مش ده وجهه نظر مش معلومه، الراجل اعتقد ممكن يكون يعني عايز زياده اطمئنان على الشناوي وان يكون جاهز لكن اكيد النهارده الراجل بيسعى لتحقيق اهداف في المباراه دي على المستوى الفني، على المستوى التكتيكي، على مستوى اختيارات العناصر اللي بدا بيها اللقاء، واللي زي ما قلت من شويه اعتقد ممكن يكون الشكل الاساسي اللي هيظهر بيه المنتخب في اول ماتشاته في امم افريقيا. قبل ما نسمع بقى وجهه نظر شناوي وسعيد في اهداف فيتوريا من اللقاء وايه اللي بيسعى لتحقيقه، ونروح لنظره اعمق او اشمل على البطوله، شكل المنافسه، مين ممكن يكون فرصه كبيره في التاهل عن المجموعات. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام. زي ما كنت بتكلم مع ضيوفي قبل الفاصل عن الاهداف اللي بيسعى فيتوريا لتحقيقها من لقاء تنزانيا، متفقين معايا انه الشكل او الاختيار وطريقه اللعب والاسماء هي تقريبا بنسبه كبيره يعني باستثناء صبحي. طبعا اعتقد انه لو ان شاء الله باذن الله الشناوي جاهز، الشناوي يعني هيبدا مشوار المنتخب مع موزمبيق، هي التشكيله والطريقه اللي بيجهزها او بيحضرها فيتوريا لماتشات مصر في افريقيا. هو زي ما بدا روي فيتوريا مع منتخب مصر هو دايما بيعتمد على فكره ال4-3-3 اللي مش عاجباك. اللي مش عاجباني هي مش عاجباني عشان هي مش طريقه وحشه، لكن هي طريقه حلوه بس مع قماشه ثانيه. قماشه منتخب مصر لا كان المفروض 4-2-3-1، يمكن في بدايه الكلام قلت لا نخليها بعدين، فاحنا بقى هنكملها المره دي. فال4 2 3 1 هي فيها اكتر من ميزه. اولا سهل جدا ان انت تتنقل ما بين شكل لشكل، يعني وانت بتضغط سهل جدا ان انت تقلبها 4-4-2 وتضغط بشكل عادي جدا. وانت في الحاله الدفاعيه لو هتتكتل سهل جدا برضو ترجع وتخلي البلاي ميكر بتاعك ينزل لتحت كانها 4-3-3. بس الميزه بس اللي انت تاخدها ودي اهم حاجه بالنسبه لي، ان انت هتخلي الخمسه المحترفين موجودين في ارض الملعب في ظروف هم متعودين عليها. محمد صلاح هيبقى في مكانه، مصطفى محمد هيبقى في مكانه، تريزيجيه هيبقى في مكانه، عمر مرموش هيلعب الدور بتاعه اللي بيلعبه في المانيا. هي دي الفكره. انما في الشكل ده انت ظالم ناس كتير خاصه في نص الملعب. انت عايز تحط صلاح ومرموش الخمسه تريزيجيه ومعاهم قدامهم مصطفى محمد ووراهم كجزء تاميني امام عاشور والنني او مروان عطيه. الاثنين دول الاثنين بشكل امان اكتر، لان عمر مرموش لو بصيت على كل اهداف المانيا هتلاقيه دايما جاي من العمق. انما انا ما احطوش في الطرف واقول له اتصرف، لان عمر مرموش دايما قوته في انه جاي من العمق، جاي من الخلف كده مش متوقع. فهو لما يلعب بلاي ميكر هو عنده اللمسه وعنده القدره ان هو يصنع فرصه. كمان زي ما شفنا او زي ما الناس شافت ان محمد صلاح بقى عنده حته صناعه الفرصه. يعني في الاول محمد صلاح كان هو جول ماشين اكتر. بتاع مصر في تنزانيا اسيست رائع من صلاح. هو اسيست رائع، وعلى فكره ده بيتكرر بشكل مؤخرا مع ليفربول بشكل كبير جدا. ليه؟ صلاح ما كانش كده في الاول، صلاح في الاول كان جول ماشين اكتر. اللي هو حد بيدور على الفرصه عشان يسجلها، ولكن محمد صلاح اتحول دلوقتي بقى عنده الحتتين، حته ان هو يصنع فرص ويسجل، وده هيبقى مفيد جدا لمنتخب مصر، لان منتخب مصر عنده عناصر كتير كويسه ومحتاجه حد يشغلها بلمسات سحريه، بلمسات فعلا نقدر نقول عليها استثنائيه ما بتحصلش من الناس كتير. وزي ما قال سعيد في بدايه، محمد صلاح دلوقتي بقى هو ميسي كره القدم. هو راجل دلوقتي بقى حاله فريده جدا، وفي انجلترا مكسر الدنيا. فهنا مع منتخب مصر لازم محمد صلاح يلعب الحتتين، حته صناعه الفرصه وحته ان هو يسجل. لان كمان خلي بالك برضو بالنسبه للتشكيل، فكره ان اللي بيلعب وراه
عمر كمال دي مش مطمئنه شويه، لان محمد صلاح مش من اللعيبه اللي تقدر ترجع تدافع كتير، وعمر كمال لعيب بطبعه عنده الحاسه الهجوميه كتيره جدا، وحته ان هو دايما بيخش للعمق ويخش كادفندر تاني جنب اللعيبه بتبقى كبيره، فبالتالي الجنب ده هيبقى فاضي، فبالتالي كمان ممكن برهان على هاني برضو. هاني فايق قوي على فكره. يعني احتمالات البدايه في الحته اليمين في الباك اليمين دي هاني وعمر كمال 50-50. صحيح صح، بس على حسب تبادل المنافس هاني اكتر، وعلى حسب المطلوب من المباراه. يعني صح. يعني لو عمر كمال هيلعب موزمبيق هاني ممكن يلعب غانا يعني مثلا. يعني صحيح، هو ده التنوع اللي احنا بنتكلم عليه. وخليني اخد من كلام شناوي لانه بيفتح حاجات مهمه قوي. اولا هو 4-3-3 ولا لا؟ طبعا انا مع 4-3-3 لان هي دي الطريقه والنهج اللي احنا بقى لنا 5-6 سنين بنلعب بيه، سواء مع كيروش قبله كوبر وصولا الى فيتوريا حاليا في السنوات الاخيره. محمد صلاح نفسه بيلعب مع ليفربول طوال الوقت بنفس الطريقه 4-3-3. الاهلي اهم فريق في مصر واهم قوام للمنتخب المصري بيلعب 4-3-3 من فتره طويله وتمرس عليها بشكل قوي جدا. فاعتقد انها كمان مع التطور الخططي الحاصل حوالينا كل المنتخبات اقرب الى 4-3-3 بسبب الكثافه. دايما 4-3-3 بتديك 3 في العمق في نص الملعب قصاد 2 في 4-2-3-1، فبتقلل من عددك. فبالتالي احنا مع 4-3 او انا شخصيا مع 4-3-3 ما فيهاش اي نقاش بالنسبه لي. لكن هاخد من كلام شناوي بنفس الاسماء اللي بدا بيها ماتش تنزانيا. لا في بقى هنا بقى الاختلاف اللي احنا هنتكلم فيه. الاختلاف اللي انا اتكلم فيه هو دلوقتي شناوي بيتكلم عن نقطه مهمه جدا، انا عايز مرموش يبقى جوه قلب الملعب. ده يحصل امتى؟ هيحصل لما هتهاجم بفتوح بشكل كبير. يعني انت من اول المباراه هتقرر تفتح الملعب في الجهه اليسرى، فتوح يتحول لادوار الجناح زي ما بيعملها علي معلول مع الاهلي. ده هتعمله قدام مين وامتى؟ قدام السنغال لا، ما ينفعش انزل قدام السنغال اعمل ده من بدايه الماتش. قدام الكاميرون لا، انا ممكن اعمل ده قدام موزمبيق. فهنا بالتالي بتيجي بقى اهداف فيتوريا النهارده، هو الافضل عندي ابدا بتريزيجي ولا مرموش؟ امتى العب بده وامتى العب بده؟ طيب لما هقرر محمد صلاح يدخل للعمق يبقى عندي عمر كمال هو اللي هيهاجم. طب لما انا هخلي محمد صلاح يهاجم من بره شويه يبقى محمد هاني هو اللي يبقى موجود عشان يدافع. طب لو انا عايز لاعب نص ملعب يدافع مكان صلاح عشان انا ههاجم بصلاح وعمر كمال، يبقى حمدي فتحي اهم بالنسبه لي كمحور وسط من امام او فلان. هو على فكره دي ميزه كبيره الكلام انت بتقوله ده، بياكد على ان قماش المنتخب بالظبط فيها تنوع. في يعني لما تبص لعيبه خط النص هتلاقي كذا بروفايل، تعرف كلهم يعني مش ما فيش حد منهم احسن من حد. لكن في طبيعه سيبك بقى من 4-3-3 ولا 4-2-3-1، بتكلم على بروفايل لعيب كل واحد منه على مستوى الواجبات جوه الملعب مختلف تماما، وكلهم الحقيقه في مستويات عاليه جدا. كنت بتكلم على مروان عطيه، اذا كنت بتكلم على حمدي فتحي، اذا كنت بتكلم على امام عاشور، اذا كنت بتكلم على احمد سيد زيزو، اذا كنت بتكلم على النني، بروفايلات كلها مختلفه. صحيح. حسب التنوع بتاع كل مباراه، قرايتك للمنافس محتاج ايه من خط النص بتاعك في المباراه دي، فبالتالي دي تدي اريحيه لفيتوريا. كابتن كمان كابتن احمد حاجه مهمه قوي، ان الحسن حظ فيتوريا ان في الفترات الاخيره سواء الاهلي او الزمالك تم استخدام الظهير كظهير وهمي. يعني انت النهارده لو قررت هتلعب على الخط بالجناح تريزيجيه هتكمل مكانك على الخط، فانت قادر فتوح يجي من العمق، قادر يبقى لاعب وسط. فتوح اجادها جدا جدا مع الزمالك قبل ازمته ولعبها كويس جدا. محمد هاني مع كولر ايضا قدر في فتره من الفترات يخليه يلعب في عمق الملعب شويه، يقرب من العمق ويلعب كلاعب وسط. فاعتقد ان التنوع الكبير ده وقدرة كل لاعب انه يلعب ادوار مركبة دور واثنين وتلاتة تخليك عندك اريحية كبيرة في ان انت تختار الشكل اللي يناسب كل مباراة، الشكل اللي يناسب طبيعة الخصوم اللي انت هتقابلهم. ده ما كانش متوفر في فترات سابقة. نقطة اخيرة عايز اخدها برضو من كلام شناوي، احنا كان لازم يبقى عندنا القدرة على التحول الى 4-2-3-1. يعني انا مش مع ان انا ابتدي بالطريقه دي، لكن في فتره من الفترات من المباراه اخر 20 دقيقه اخر ربع ساعه وخد من درس كولر مع الاهلي، لما محمد مجدي قفشه بيدخل في اخر 20 دقيقه الاهلي بيعمل ايه؟ نهائي افريقيا بالتحديد الوداد، في فتره من الفترات في لحظه من اللحظات هتلاقي صعوبه في الخروج من بالكوره، هتلاقي خصم تكتل قدامك سواء تقدم في النتيجه او انت بتدور على هدف. ففي اللحظه دي انت هتبقى محتاج صانع اللعب اللي قريب من الكوره طول الوقت، فهو ده بتاع 4-2-3-1. القايمة المنتخب مصر تفتقد فقط لعنصر كان يلعب الدور ده، ما عندناش صانع لعب سواء محمد مجدي قفشه، عبد الله السعيد، يوسف اوباما، الثلاثه اللي خرجوا ربما
فيتوريا بيعول على عنصر ما داخل إمام المجموعة. ممكن يلعب الحته إمام ممكن يلعبها لكن مش بنفس يقدر بس مش بنفس جوده طبعا او بنفس خبرات او قدره حد زي مجدي قفشه. انا شخصيا ربما الوحيد اللي طول الوقت اقول من البطوله اللي فاتت لازم مجدي قفشه يبقى قاعد جنبك على الدكه لان هتتزنق فيه صدقني. هيجي لك لحظه معينه هتبقى محتاج اللاعب اللي يطلعك بالكوره اللي يبقى موجود في منطقه الكوره طول الوقت علشان تقدر تتواجد في الثلث الاخير من الملعب وبعدها تقدر تتصرف. هو ده المأخذ الوحيد بالنسبه لي على قائمه منتخب مصر. وقفشه الحقيقه كمان مع يعني كولر حتى يمكن مش بيشارك كتير بشكل اساسي لكن يحسب له نقطتين الحقيقه. النقطة الأولانية إنه طور بشكل كبير جدا في أداء بعض الأدوار الدفاعية، والنقطة الثانية إنه دايما لما بينزل بيبقى عنده القدرة إنه يغير مسار المباراة بالزبط. وبالذات في الماتشات الصعب، يعني اللعيب اللي بتحتاجه في الوقت الصعب وتلاقيه هو ده العملة النادرة اللي أنت ممكن تدور عليها. يعني برضه أتفق مع سعيد في الجزئية دي. أثر واضح جدا، أثر واضح في أهم المباريات في قبل نهائي أفريقيا وفي نهائي أفريقيا، فده واضح جدا يعني. صحيح. إيه اللي بيسعى لتحقيقه فيتوريا من أو إيه الأهداف اللي بيسعى فيتوريا إنه يحققها من تجربة تنزانيا؟ من تجربه تنزانيا يمكن احنا اتكلمنا في بدايه اللقاء يا احمد ان تنزانيا مش المنتخب الكبير قوي او التجربه الضخمه او الشرسه المماثله مثلا زي غانا، مماثله زي السنغال، زي الكاميرون، زي المنتخبات الكبيره دي في البطوله. بس انا اتفق معايا برضو لاكثر من سبب في انه ياخد الكاتيجوري دي. ايوه انا كنت لسه جاي لك في الحته دي. بس انت عندك منتخبين على نفس الشكل، عندك كاف فيردي، عندك كمان موزمبيق، المنتخبين قريبين قوي من منتخب تنزانيا. فانت يعتبر انت تقابل نفس الشكل وهتقابل نفس الاسلوب اللي هيلعب بيه منتخب تنزانيا. ويمكن واحنا متابعين برضو على لقطات كده ان منتخب مصر هو اللي ماسك الكوره وهو اللي بيهاجم، هو اللي واخد المبادره وهو اللي ماسك زمام الماتش، وده هيتكرر في التجربتين دول بالاخص. يمكن كمان انا اختلف مع سعيد في حته ان غانا هتلعب اندر دوج قدامنا، ده مستحيل انه يحصل لان غانا برضو من المنتخبات الثقيله مهما كان متراجع السنين اللي فاتت. وبرضو فكره التفاصيل الكتير بتاع منتخب مصر اعتقد انها مستحيل برضو انها تحصل. فكره الظهير الوهمي اللي اتكلم عليها سعيد، وانا مش بختلف مع سعيد شخصه، ولكن على الحاله الفنيه ليه؟ لان مع الانديه انت بيبقى في حصص تدريبيه كتير، لكن مع منتخب مصر ما بيكونش في حصص تدريبيه كتير، فانت بتلعب على حاجات قليله جدا وبقى تلعب على العامل النفسي اكتر. فاعتقد ان الشكل اللي انت شايفه قدامك في ماتش تنزانيا ده الشكل اللي هيكمل معاك طول البطوله. ممكن ما تشوفش في المجموعات الشكل او الاداء القوي المتوقع، وده بيحصل في كل البطولات على مستوى العالم خاصه في البطولات المجمعه، ان دايما اللعيبه بتبقى بعيده عن بعض لفتره طويله فما بيبداوا ياخدوا الالفه ما بينهم واحده واحده، فبتيجي مع الماتشات. كان ممكن منتخب مصر يلعب ماتش كمان قبل البطوله بس ما كانش فيه وقت طبعا، ولكن ماتش واحد انا هعتبره ماتش رابع في المجموعات. الاربع ماتشات قبل النوك اوت دول مهمين جدا، مهمين ان انت توصل لعيبتك لافضل حاله فنيه وافضل حاله ذهنيه ونفسيه بشكل كبير. بتعتمد على العناصر اللي هتوصل معاك في النوك اوت. خلي بالك من نقطة مهمة جدا أنا هقولها لك يا أحمد، هي فكرة إن أنت عندك عناصر معينة مش كل اللعيبة هتلعب، مش كل اللعيبة هتلعب، ولا كل اللعيبة ينفع يعتمد عليها. في حوالي 16 لاعب بس موجودين في القائمة دول ما ينفعش المنتخب يخرج ما بينهم. يعني فكرة الروتيشن الكتير، فكرة التدوير الكتير، فكرة إن بقى إن أنا هقعد أختار. بس في لعيبة ممكن ما تديكش 90 دقيقة، يعني لو اتفقنا إنه ده التشكيل بنسبة كبيرة 90% اللي هيبدأ بيه أو هيعتمد عليه فيتوريا في ماتشات دور المجموعات على الأقل، مش عارف بعد كده الدنيا هتودينا فين. في لعيبة منهم كتير ممكن ما تديكش 90 دقيقة، حجازي ممكن ما تديكش 90 دقيقة، فتوح ممكن ما تديك. ده تقييمي، وجهة نظر شخصية ممكن تختلف أو تتفق معايا فيها، لكن 90 دقيقة في تلعب تتكلم 14 18 22 يعني في 8 ايام اسبوع 90 دقيقه 3 ماتشات. لا ما خلي بالك يا احمد، بمناسبه برضه حجازي، على فكره حجازي مش بس ما يقدرش يلعب 90 دقيقه، انا حجازي ثقتي فيه قلت في الفتره اللي انا شفتها فيه مع اتحاد جده الفتره الاخيره، خاصه بعد ماتش الاهلي واتحاد جده. حجازي اللياقه والمرونه اللي كانت موجوده عنده جايه من اصابه بعيده كبير جدا وفتره طويله قوي، فعشان كده يجيب فورمه ما نقدرش نظلم حجازي. لعيب امكانياته كبيره جدا وخبراته كبيره جدا، لكن في النهايه ما فيش لعيب يقدر يجيب فورمه في 3 4 ماتشات. بالظبط تحقيق. فانا كنت بتكلم عن فكره الثنائيه بتاع ياسر وعبد المنعم. ثنائيه ياسر وعبد المنعم هي الانسب لمنتخب مصر. انا من وجهه نظر ان حجازي ورقه تكون موجوده لظروف ما، ولكن ان انت تعتمد على حجازي في الثلاث ماتشات ورا بعض اعتقد ان دي هتكون مهمه مستحيله. شفنا عبد المنعم وشفنا كمان ياسر ابراهيم لعبوا قدام مستويات كبيره جدا في اخر ثلاث ماتشات،
ولعيبه جربتها كتير جدا في ماتشات دوليه، خاصه لو رجعت لماتش السنغال محمد عبد المنعم عمل بطوله ممتازه جدا الفتره اللي في النسخه الماضيه. طيب. فاعتقد ان الثنائيه ما تخوفش، فانت طيب. عندك ياسر وعندك منعم، انا من وجهه نظري دول هم الاولى. هنرجع نكمل كلامنا، وعايزكم تبصوا معايا نظره عامه بقى على البطوله كلها، نشوف المجموعات مين من وجهه نظركم الاقرب للتاهل عن كل مجموعه. اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لكم في السادسه. طيب احنا بنتكلم طبعا على انه عينينا وقلوبنا وعقولنا كلها مع منتخب مصر، لكن في الكرنفال ده ما ينفعش ما تتفرجش وما تتمتعش باهم نجوم القاره الافريقيه اللي بيشاركوا في البطوله. عندنا نجوم كتير، مين طبعا في نجوم معروفه، فيكتور اوسيمين، ساديو ماني، رياض محرز، مو صلاح طبعا قبل اي حد، واندري اونانا مثلا حارس مرمى اليونايتد، حكيم زياش في المغرب، اشرف حكيمي كمان في المغرب، يعني كوكتيل نجوم عالميه موجود في البطوله. لكن مين ممكن نحط العين عليه؟ قدوس، محمد قدوس طبعا. مين ممكن يكون تاني بعد دول؟ خلاص كده خلصوا. لكن مين ممكن اسمع وجهه نظركم، يعني مين ترشحوه على الاقل للتالق في البطوله دي، ومين ترشحوه للناس انها تتابعه لو موهبه صاعده او اسم مش معروف قوي ممكن تكون البطوله دي بوابه عبور الشهره والنجوميه؟ شناوي. يمكن اغلب المنتخبات الموجوده في البطوله عندها كم كبير من المحترفين وكم محترم جدا، لدرجه بتسمع ل 55 اسم يعتبر جاي من فرنسا، وحوالي 40 فرنسا هي اكتر دوله أكتر فيها دولة. عدد محترفين بيشاركوا في الدوري الفرنسي 57 لاعب، الدوري التركي 36، الدوري الانجليزي 28، الدوري الجنوب افريقي 28، الدوري المصري 25، الاسباني 20، الدوري الالماني 13 لاعب. خلي بالك اسامي كتيرة وتقيلة وبرضو كم كبير جدا، يمكن دي الحتة اللي بتميز بطولة كأس الأمم الأفريقية عن كأس أمم آسيا اللي هي كثرة اللعيبة المحترفين، ففي جودة كبيرة جدا موجودة صحيح. في المنتخب. طيب خليني أسمع وجهة نظر إخواتنا في غانا. طبعا المنافس الأول، كتير شايفين إن المنافسة على صدارة المجموعة هتكون ما بين مصر وغانا في المجموعة الثانية. نسمع وجهة نظر جودوين أترام، طبعا مهاجم سموحة السابق ومهاجم الشباب ونجم كرة القدم الغانية، ضفنا في السادسة النهاردة. مساء الخير، بشكرك طبعا على مشاركتك معنا، وأهلا وسهلا بيك. شكرا جزيلا لكم على استضافتي في قناة الأهلي، وخصوصا على منحي هذه الفرصة أن أحلل وأن أقدم معكم هذه الفقرة. أنا ممتن جدا لتواصلي معكم. طيب خليني أبدأ معك بنسخة منتخب غانا اللي هتظهر في كوت ديفوار ومع مصر طبعا في نفس المجموعة، استعدادات المنتخب والتغييرات اللي حصلت على الأسماء اللي هتشارك في النسخة اللي جاية من أمم أفريقيا. شكرا مرة أخرى، وأعتقد أن لدينا حوالي 55 لاعب محترف في غانا قابلين أن ينضموا للقائمة، خصوصا أن عندنا كثير من التعويضات للإصابات التي حظينا بها الفترة الماضية مع الأندية، فبالتالي كان لدينا 55 لاعب جاهزين، ولكن الآن لدينا 27 لاعب مع المدير الفني، وغدا غانا تلاعب ناميبيا، ومن هذه المباراة سنرى غانا سنرى استعدادات غانا جيدا. وأعتقد أن المدير الفني هو الوحيد المسؤول عن الاختيار، هو أكثر الناس ذكاء في الاختيار، وأعتقد أنه اختار القائمة الأفضل، وأنا أعتقد أنه لا أحد يقوم بالمهمة بدلا منه، وكل ما علينا هو أن ندعم قرار المدير الفني للمنتخب. بعد البطولة ربما نتكلم عن الاختيارات إن كانت خاطئة أو صحيحة. إزاي بتشوف المنافسة بين مصر وغانا، ومن مجموعة بتضم مصر وغانا وموزمبيق وكاب فيردي أو الرأس الأخضر، مين المنتخبات اللي ترشحها للتأهل عن المجموعة؟ دائما المنافسة تكون بين مصر وغانا، حينما نصل لهذا المستوى في البطولة فهذا معروف على كل المستويات، مصر وغانا، الكاميرون، سنغال، نيجيريا،
ولكن الأكثر أكثر حظوظا مصر وغانا في المجموعة، وكل الفرق تريد أن تفوز، ولكن مصر اعتادت على الفوز بالبطولة مرات عديدة. فبالنسبة لي مصر ستكون منافسة. مصر دائما تكون منتخب محترم في هذه البطولة، ودائما غانا ونيجيريا طبعا، ولكن نتحدث عن المجموعة. دائما تكون مصر وغانا من وجهة نظري كالأول والثاني على الترتيب، ولكن كرة القدم تتغير الآن. كل الدول وكل المنتخبات والمدربون واللاعبون يتغيرون على مستوى التكتيك وعلى مستوى المباريات. نرى إذا نظرت الآن ونظرت لكل الجوانب، ستجد أمور لم تكن تراها من قبل. فالآن حينما تلعب الآن ولم تكن ملتزما أمام فرق أصغر منك، فبالتالي ستحدث المفاجآت. ولكن مصر وغانا دائما المرشحتان للصعود من هذه المجموعة. ده عن المجموعة. طب لو سألتك رأيك رأيك في أكتر الفرق أو أسماء المنتخبات المرشحة على الأقل للوصول للمباراة النهائية، إذا طلبت منك تختار الأربعة مثلا اللي هيوصلوا للمربع الذهبي أو اللي من وجهة نظرك عندهم فرصة للمنافسة على اللقب؟ أعتقد أن الأربع منتخبات من وجهة نظري التي تكون مرشحة للصعود لقبل النهائي، الجميع لديه الآن لاعبين على أعلى مستوى، ولكن الاستمرارية هي من ستحسم المواجهات. لا تنسى أن هذه بطولة مجمعة، يوجد الكثير من الفرص لجميع المستويات. الجميع يريد أن يفوز، الجميع يريد أن يفوز بالبطولة، ولكن يجب على المنتخبات المؤهلة أن تظهر هذا على أرض الملعب. ولكن البطولة المجمعة تكون صعبة، لا نستطيع أن نستطيع على مستوى الأسماء والنجوم اللي بتشارك. يعني في كل منتخب من المنتخبات الكبيرة هناك نجم الحقيقة ليه حضور على المستوى العالمي. إذا كنت بتكلم على منتخب مصر هناك محمد صلاح، إذا كنت بتكلم على نيجيريا هناك فيكتور أوسيمين، إذا كنت بتكلم على المغرب هناك أشرف حكيمي، جزائر رياض محرز إلى آخره. هل بتشوف أنه منتخب غانا رغم وجود عدد كبير من المحترفين في اسم أو اتنين ممكن يقود غانا للمنافسة على اللقب، ولا شايف أنه التشكيلة أو التركيبة الحالية للجيل ده من المنتخب بتعتمد أكتر على اللعب الجماعي أو على الشكل الجماعي للأداء؟ نعم، أعتقد أن كل هذه الأسامي التي ذكرت قادرة على قيادة منتخباتها. نعم، أسماء كبيرة. منتخب المغرب في كأس العالم أظهر مستوى رائع ومؤهلة جدا للفوز بالبطولة، ولكن حينما يأتي ذكر اللاعبين لدينا في مصر محمد صلاح، تريزيجيه، النني، لدينا قدوس في غانا، لدينا لاعبين شباب أيضا قادرة على صنع الفرق مع غانا. ولكن كبطولة مجمعة الجميع قادر على الدفاع عن اسم منتخبه، وكل فريق لديه الفرصة. لدينا فرق تحليل، لدينا مجموعات تعمل على أعلى مستوى، ولدينا مدربين قادرين على قيادة لاعبيهم، وكل الفرق الإفريقية وكل اللاعبين الإفريقيين قادرون على المنافسة والفوز بالبطولة. أعتقد إذا لم تتحلى باللاعبين الأكفاء للفوز بهذه البطولة فأعتقد ليس لديك فرص. طب جودوين خليني أسألك، كان في تصريح ليك في واحد من المواقع الغنية قلت فيه أبكي كلما تألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الملاعب الأوروبية. إيه حقيقة التصريح ده وإيه السبب اللي خلاك تقول الكلام ده عن النجم المصري محمد صلاح؟ شكرا لك على هذا السؤال. أنا قلت هذا لأني لعبت مع محمد صلاح، وحينما كان لعبا شابا، وأيضا سامويل أفوم حينما كان لعبا شابا، وحمودي أيضا كان موهبة رائعة في أعلى مستوى، وأيضا محمد النني، وكل منهم ذهب إلى سويسرا وكان لديه مستوى الاحترافي واستمر فيه.
أنا لعبت مع كل هؤلاء اللاعبين وتمنيت أن أكون وكنت لاعبا مثلا أعلى لهؤلاء في يوم الأيام. حينما ترى محمد صلاح يصعد ويتطور ونيني وحمودي في هذه الفترة، وكنت أبكي وأقول هذا حيث أنتمي. أنا تمنيت أن أكون في هذه المرتبة، أن ألعب في أعلى مستوى على مستوى العالم. حينما أرى محمد صلاح ونيني وحمودي في هذا الوقت أو أي لاعب، ولكن كل هؤلاء الشباب استطاعوا الصعود لهذه المرتبة بالعمل الشاق والاجتهاد. طب ده كان لقائنا بجودون أترام نجم منتخب غانا، وبالمناسبة كان لاعب طبعا لاعب في الدوري المصري وشارك مع فريق سموحة وتألق في الدوري السعودي مع فريق الشباب. بشكرك شكرا جزيلا مع كل التمنيات الطيبة طبعا لمنتخب غانا. واعتقد انه يعني الكل ما لم تحدث مفاجآت، والمفاجآت واردة، يعني انه الكل متوقع انه منتخب غانا ومصر هما اللي بيتأهلوا عن المجموعة دي. اعتقد انه موزمبيق وكاب فيردي يعني بعيد شوية عن الحسابات طبعا، بعاد بشكل كبير، لكن زي مفاجآت طبعا زي ما قلنا المستويات متقاربة اكيد. أيوة. انا خليني اقول مصر طبعا وغانا ربما الراس الاخضر وموزمبيق ينافس على واحده من البطاقات، عندهم فرصه التاهل برضه اكيد، فده بيصعب الموضوع اكتر. أيوة. ان كل مباراه كل فريق بيطلع 200% من اللي عنده، ده بيخلق صعوبات اكتر. طب تعالوا بما ان احنا بنتكلم على مجموعتنا ناخد نظره كده شناوي على كل المجموعات ونشوف ترشيحاتكم للمنتخبات اللي ممكن تتأهل. ست مجموعات، خليني أفكركم بنظام البطولة، ست مجموعات يتأهل مباشرة الأول والتاني من كل مجموعة، يبقوا 12 فريق ينضم ليهم أحسن أربع توالد في ست مجموعات، وبالتالي يكتمل عقد ال 16 فريق اللي هيلعبوا بقى بنظام النوك أوتس، الخروج المهزوم من بداية من دور ال 16. نستعرض معاكم المجموعات الستة ونسمع رأيكم في الفرص أو المنتخبات صاحبة الفرص الأكبر في التأهل. المجموعة A بتضم غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، ساحل العاج ونيجيريا. طيب من وجهة نظري ساحل العاج ونيجيريا دول هم الأقرب طبعا، الأول والثاني. طيب. ولكن المنافسة ما بين غينيا بيساو وغينيا الاستوائية تكون شرسة جدا على حجز المقعد الثالث. ثلاثة غينيا بيشاركوا في البطولة. بيساو واستوائية وغينيا. أعتقد إن هم يعني ساحل العاج ونيجيريا كلاش برضو منتظر منهي مبكر في حاسس كده يعني. النيجيريا برضو عندها طبعا أوسمين أو أيوبي وأكثر من اسم كمان موجود عندهم في منتخب نيجيريا. ده أكثر منتخب في القارة عنده مهاجم، بتكلم مش مع العدد لاعبين محترفين، عدد مهاجمين محترفين في اوروبا. ده حقيقي. لو توزع كافي كل لو توزع صحيح يكفي كل المنتخبات المشاركه كان جاب حد الاهلي. فاعتقد نيجيريا رقم واحد، ساحل العاج اثنين، غينيا الاستوائيه ثلاثه لو هتوقع يعني. تمام، متفق مع شناوي سعيد؟ متفق طبعا. في فوارق وفي فجوات. خد بالك ساحل العاج برضو ارض الجمهور. ساحل العاج مرشح قوي يعني، انا لما بحط مرشح بحط السنغال والمغرب رقم واحد، بعدهم كوتيفوار. فكوتيفوار مرشح قوي جدا. تمام. للفوز بالبطوله. طب خلينا نشوف الترشيحات الاول عن المجموعات وبعد كده اقرا بقى مشوار البطوله هيمشي معاكم. اتفق طبعا مع شناوي. طيب مجموعه بي احنا اتكلمنا مصر وغانا، ومصر مواجهه مصر وغانا هي اللي هتحسم صداره المجموعه بيتهيألي. اعتقد بس خلي بالك برضو احنا مش عاملين اعتبار للراس الاخضر لانها منتخب عندهم مشروع كبير قوي وممتاز بشكل واضح جدا. يعني لو انت جبت مشوار منتخب كاب فيردي اخر 10 سنين هتلاقيهم صعدوا 3 مرات، وده ما كانش بيحصل قبل كده. لو بصيت على مشوارهم في البطوله النسخه اللي فاتت هتلاقيهم خسروا قدام السنغال بسيناريو غريب. كمان في المجموعات على فكره صعدوا برضو بنظام احسن توالت النسخه اللي فاتت. طبعًا. وكان في نوع من انواع التعاطف والتشجيع من كل منتخبات القاره، ما تعرفش ليه الناس فعلا كانت حباهم ان هم صعدوا، لانهم فعلا كلاعيبه كويسين جدا، وعلى فكره عندهم عدد لا باس به محترفين في دوريات كبيره جدا في اوروبا، فمنتخب لا يستهان به ابدا. تمام. صحيح. تحط حصان اسود، تتوقع حصان اسود. احط حصان اسود. تمام، متفق في المجموعه دي مصر وغانا وكاب فيردي. مصر وغانا ماشي. مصر وغانا. نروح المجموعه سي، سعيد عندك السنغال، جامبيا، كاميرون، غينيا. السنغال كاميرون طبعا. السنغال كاميرون. السنغال
اقوى فريق داخل القاره حاليا هو السنغال. بس خلي بالك الجيل ده كبر وكتير منهم يعني شبع. مش بس شبع خلاص يعني بيتكرم يعني ساديو ماني كاليدو كوليبالي يعني مندي. بس ساديو ماني ساديو ماني حينما يتعلق الامر بمحمد صلاح فهو هيطلع 1000% من اللي عنده خلاص. هو لسه خالص صلاح ما بقاش عنده حاجه تانية غير صلاح يعني هو ده الدافع والحافز ونقطه الضوء الوحيده اللي ممكن يظهر ويبرز من خلالها. فانا متوقع ان هو هيكون متواجد بقوه خاصه ان السنغال ضم عنصرين اقويه في خطوطه النهارده. جاكسون هي ولاده بصراحه طول عمرها جاكسون مهاجم تشيلسي عندهم اكاديميات كتير بينضم لخط الهجوم فبيضيف قوه اكبر. اسماعيل صار تطور وبقى شكله افضل. بابا صار لاعب توتنهام في وسط الملعب قوه جباره. اعتقد هو لاعب الوسط الاقوى او بين الاقوى في البطوله. فاعتقد ما زال السنغال قوي مرشح جدا. الكاميرون لما بنقول مصر بنقول الكاميرون دايما هي الهويه الافريقيه فعلا. هو مصر والكاميرون ديربي القاره الافريقيه بالظبط. اعتقد في قصه فينسنت ابو بكر لسه بتكتمل. الراجل ده حدوته حلوه قوي قوي في الكره الافريقيه وفي الكاميرون. قصه صعوده من احياء الى قمه الهرم الافريقي النهارده بيبعده عن روجيه ميلا اعتقد 5 أو 7 اهداف فقط. فاعتقد عنده حوافز ودوافع كبيره مهما تقدم في عمره بيلمع اكتر. شفناه في المونديال الاخير بيسجل الهدف التاريخي امام البرازيل الانتصار الوحيد للكاميرون على منتخب البرازيل. شفناه هداف للنسخه الاخيره في امم افريقيا. اعتقد مازال عنده نفس الدوافع والحوافز ان هو يختتم من باب الكبار وهو بيقترن اليوم بروجي ميلا وقريب وقريب جدا من سنغال. شعره عمل ايه؟ تعرفين القصه دي؟ قصه ان هو كان زارع شعره وما كانش عايز يلعب الكوره براسه فتعرض لعقوبه لدرجه ان فسخ التعاقد مع النادي بتاعه عشان شعره. والله والله دي قصه حقيقيه مش بهزر يعني. اول مره اسمعها الحقيقه. ده قصه حقيقيه. طيب اروح معاكم للمجموعه دي. عرضوا لي البيع جات لي المعلومه عرضوا لي البيع عشان قصه انه مش عايز يلعب براسه. ده حقيقي. بوركينا فاسو موريتانيا الجزائر انجولا. اعتقد ان الصعوبه الجزائر في نزهه سهله ولا لا هي الصعوبه في المجموعه دي مش هتكون على المركز الاول على قد ما هتكون على المركز الثاني. اعتقد بوركينا فاسو منتخب برضو عنده لعيبه كتير محترفه في اوروبا. عندك انجولا برضو منتخب كبير. موريتانيا على فكره عندها عدد كويس برضو من اللعيبه اللي بتلعب حوالين موريتانيا مش في موريتانيا. انت عارف صعوبه المجموعه دي في ايه؟ ايه؟ في انه الفرق كلها قريبه من بعض. يعني نتيجه ماتش ممكن تلخبط الترتيب. يعني ودروب واحد للجزائر بتعادل او خساره يعقد بشكل كبير جدا من حسابات المجموعه. على فكره كاف فيردي خرجت انجولا قبل كده. انا كنت هقول كده ان هي المجموعه الاصعب لان كل الاربع فرق عندهم نفس الحظوظ. ايوه. بوركينا فاسو بيصنف من مستويات الكلاس اي يعني هو فريق قوي جدا. قوي جدا جدا وكان مزعج في النسخه الاخيره لامم افريقيا سواء على المستوى الافراد او على المستوى الخطط. كتير رشحوا انه يبقى هو منافس مصر في او هو المنتخب اللي يتعب مصر في تصفيات كاس العالم. بالظبط. وهو مرشح انه يكون في مربع ذهبي كمان لانه فعلا منتخب قوي جدا. وخلي بالك تعبنا 2017 جدا جدا منتخب قوي وعلى المستوى البدني انت بتشوف اطوال غير عاديه يعني هم في الاحتكاك اقوياء جدا جدا. وانجولا الحقيقه برضو من المنتخبات دايما تيجي تبص على انجولا البطوله زي بشوف منتخبات مالي بالذات تحديدا. منتخبات مالي عندها لعيبه وسط بس عندها دايما كواليتي عالي جدا بس منتخب ما عندوش القدره على حقق البطوله. فالمجموعه دي ترشحوا منها الجزائر متفقين ولا صعب؟ الجزائر بوركينا فاسو. الجزائر بوركينا فاسو. سعيد. المجموعه دي اتوقع ان ممكن يبقى فيها مفاجاه. ممكن يبقى فيها مفاجأة لكن ما اقدرش احددها دلوقتي لان اعتقد انها المواجهه هتبقى من المجموعات اللي هتبقى معلقه للحظات الاخيره لان فعلا كل مواجهاتها هتبقى صعبه. طيب نروح للمجموعه الخامسه. عندنا تونس ناميبيا مالي وجنوب افريقيا. اعتقد انها يمكن تكون حتى الان اقوى مجموعه من حيث مستويات المنتخبات ومش عارف يعني باستثناء ناميبيا شايف انه جنوب افريقيا مع مالي مع تونس هتبقى لقاءات اشبه بالنوك اوتس يعني. اعتقد ان المجموعه دي صعبه جدا في حاجه ان الثلاثه هيصعدوا يعني انا واثق ان الثلاثه الاولانيين هيصعدوا في احسن توالي دي حاجه مؤكده ولكن الصعوبه كلها في يعني انت بتقول ان في ثلاث فرق من المجموعه دي هيصعدوا لدور ال16 وخساره ان البطوله تخسر ثلاث يعني منتخب من الثلاث منتخبات دول. بتتكلم على تونس تاريخ كبير فريق عربي فريق يعني مالي منتخب مدجج بالنجوم جنوب افريقيا الثلاث منتخبات لا ليهم حاله وليهم شخصيه موجوده. خد بالك المجموعه دي علي معلول هيلعب ضد اليو ديانج هيلعب ضد بيرسي تاب ده حقيقي. يعني مجموعه اهلاويه صرف يعني الثلاثه الثلاثه هيواجهوا بعض في المجموعه دي.
بس لو هرتب كترتيب مين اول مين تاني مين تالت، اعتقد يعني ان مالي رقم واحد تبقى اول، مالي اول تونس رقم اثنين، جنوب افريقيا ثلاثة، لان خلي بالك جنوب افريقيا برضو اغلب اللعيبه الموجوده فيه هي لعيبه محليه فبتلعب في الجو جنوب افريقيا، ولكن تونس لا عندهم لعيبه كتير جدا بتلعب بره ومنتخب متمرس جدا في البطولات دي. مالي اعتماد اكبر على فكره اللعيبه الجميله جدا اللي موجوده فيها. يعني انا عايزك بس تتفرج على لعيبه الوسط اللي موجوده في منتخب مالي. أيوه. بس يعني سيبك بقى من الهجوم سيبك من الدفاع، بس تتفرج على جوده اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب. بعيد طبعا عن قالو يدنج طبعا لانه احسنهم بالنسبه لنا كاهلاويه. أيوه. يعني ايوه لا هو حقيقي يعني مش عشان يعني اهلاويه، لا هو لعيب كويس، افضل اللعيبه اللي موجوده. بس اتفرج على بيسوما. يعني اتفرج على الكوره في رجل بيسوما، اتفرج على النموذج. على فكره ديانج في اوقات كتير جدا ما بيلعبش اساسي مع منتخب مالي. لا لجو لوفره العدد الكبير جدا في نص الملعب عند مالي. عندهم لعيبه الوسط فعلا لعيبه قويه جدا. يعني عايزك برضه تركز، والناس زي ما انت كنت بتقول لي الناس تركز عليه، الناس تركز على بيسوما في منتخب مالي. بيسوما لعيب ممتع. ممتع ده اول لعيب انتوا ترشحوه انا من وجهه نظري بيسوما ممتع على فكره، بيلعب في توتنهام يعني الناس عارفاه جدا يعني. طيب نروح لسعيد. طبعا تونس بخبراتها منتخب عنده جيل خبير خبير جدا جدا، فرغم ان هو مش في افضل حالاته ولا في ولا بنفس قوه منتخبات تانية، لكن شايفه ان هو قادر يكون في صداره المجموعه دي. المجموعه دي فيها نقطه مهمه قوي، ناميبيا هتدي الثلاث منتخبات ثلاث نقاط، فهتسهل عليهم فكره انهم يبقوا متواجدين في الادوار الاقصائيه. اعتقد ان الثلاث منتخبات هتبقى موجوده في دور ال 16. مين اول مين تاني يعني هتبقى محصوره، احددها مباراه تونس ومالي. تونس ومالي هي اللي تحدد مين صدرت المجموعه. المجموعه الاخيره او المجموعه السادسه فيها طبعا المغرب، واحد من المنتخبات المرشحه وبقوه الحقيقه لتحقيق اللقب. وان كان الحقيقه المغرب دايما في يعني طبعا رغم من انه كاس العالم بطوله مجمعه وبطوله كبيره وقدم فيها المنتخب المغربي عروض قويه جدا، لكن نتائجه على المستوى الافريقي غاب المغرب لسنين طويله جدا. صحيح. المغرب، تنزانيا، جمهوريه الكونغو، وزامبيا. روح سعيد الاول المره دي. ماشي. جيت في اخر مجموعه. يلا. هي الملامح واضحه للكل. يعني الاسماء الكبيره وحضور النجوم والمنتخبات الكبيره فهي واضحه، مش مفيش اختلافات حواليها كتير، ده هتلاقيه في كل مكان. فطبعا منتخب المغرب المنتخب المغربي في صداره المجموعه مش هيقابل صعوبات كبيره. المنتخب اصبح جاهز جدا ويمتلك نقطه القوه اللي احنا اتكلمنا عليها في بدايه الحلقه، ان مدرب وطني قريب جدا من بيتفرجوا طبعا اكيد على الماتش بتاع النهارده. طبعا يعني هم معاهم تنزانيا ومصر يعني مواجهه محتمله يعني بالزبط. فبماتش النهارده يهمهم بشكل جدا كبير. اكيد اكيد. والتنافسيه اللي بيننا على المستوى الداخلي ما بين الاتحاد المصري والاتحاد المغربي على مستوى الشخصيات وحتى على مستوى الانديه الاهلي والوداد وانديه المغرب، اعتقد دي مخليانا قريبين قوي من بعض، واخدين بالنا قوي من بعض. واحده من المواجهات المنتظره خلال البطوله ان احنا نشوف مباراه قويه جدا ما بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري. طبعا برشح المنتخب المغربي وراء المنتخب الكونغو، يعني ممكن يضايقوا شويه منتخب زامبيا، لكن اعتقد ان الكونغو هيبقى اقرب من زامبيا في النسخه دي. مين الاقرب من وجهه نظركم؟ يعني لو قلنا بصرف النظر طبعا الطريق مش واضح، حد عنده خريطه الوصول للنهائي لسه لم يتم تحديدها بعد. حسب نتائج الفرق وترتيبها في المجموعات هيتحدد مين هيواجه مين بعد ما نخلص دور المجموعات. يعني مثلا انت لما لو تصدرت منتخب مصر هيقابل مركز ثالث واحد من ثالث من التوالي، فالموضوع لسه صعب شويه. يعني وحسب مصر يعني مش بس كمان الصداره، هي حققت ممكن صح. مصر تتصدر بست نقاط وفرقه ثانيه تتصدر بتسع نقاط، فبالتالي بيبقى ليها افضليه او اولويه في مواجهه التوالي. النتائج بتاعت المجموعات الرانكينج والسكور النهائي عدد النقاط مع عدد الاهداف هو اللي بيحدد مين هيقابل مين بعد كده في الادوار الاقصائيه. اربع منتخبات من وجهه نظركم بصرف النظر عن يعني انا عارف انه الطريق وارد جدا انك انت بدري تتقابل مع مصر، تقابل المغرب، فواحد منهم يبقى صحيح. نيجيريا تقابل الكاميرون، فواحد منهم يبقى بدري، لكن في النهايه قياسا على مستوى الجوده، على مستوى الكواليتي، على مستوى التنظيم، على مستوى النتائج مؤخرا، مين افضل اربع فرق ترشحوهم ان هم يوصلوا مربع ذهبي؟ وهبدا مع سعيد. لو هدي نسب هدي نسبه يعني 80% لمنتخب السنغال. 80% لمنتخب السنغال. يعني لو هدي على اساس السنغال بنسبه كام قادر يفوز بالبطوله، هقول السنغال رقم واحد بالنسبه لي بنسبه 80%. انت اديته الرقم كده سعيد خلاص. لا ما انا مش هوزع ال100 على باقي المنتخبات. لكن انا هدي باقي المنتخبات بنفس الطريقه، انت بنسبه كام في الميه قادر تحقق اللقب؟ فانا بحط السنغال رقم واحد ب 80%. وباجي تحتيه شويه وبحط منتخب المغرب مع كوت ديفوار
في نفس المنزله ب 70%. اوكي، المغرب والكوت ديفوار. هاجي في المرتبه الثالثه واحط مصر مع نيجيريا ب 60%. 60%، يبقى سنغال، مغرب، كوت ديفوار، مصر، نيجيريا. مصر نيجيريا صحيح. استبعدت انت كاميرون، واستبعدت غانا، واستبعدت تونس من القوى اللي يعني صحيح. المتعرف عليها، والجزائر كمان صح؟ والجزائر. شناوي، لا انا ملعبك بقى. ملعبي انا وجهه نظري المرشح الاول ليها هو المغرب. المغرب الاول، رقم المغرب واحد مرشح اول. المغرب اعتقد ان المغرب دلوقتي هو مش خدت بس انت من كاس العالم، انت طبعا انا لازم اخد من كاس العالم، لازم تاخد من مش بس كاس العالم. انت بص على جوده الافراد اللي موجوده في منتخب المغرب، كانت نفس جوده الافراد اللي قابلتنا وقدمنا من قدامهم واحد من افضل العروض وكسبناهم وطلعناهم دي حالة. من افريقيا دي حاله، بس مش حاله مستمره. الحاله اللي مستمره معاهم الفتره اللي فاتت كلها، حتى قبل كاس العالم وبعد كاس العالم، حاله ماتش ما تقسش عليها تجربه. ولكن الرجراجي معاهم عامل حاله كويسه جدا، الاتحاد المغربي عامل معاهم حاله كويسه جدا، العناصر المتاحه ليهم في اسبانيا وفرنسا وفي انجلترا في كل الاماكن كتيره ووفيره جدا، فعندهم وفر في اختيار اللعيبه. فاعتقد ان منتخب المغرب من كل الاتجاهات ومن كل العناصر اللي تؤهل ان هم ياخدوا بطوله هي متوفره لهم بكثره. رقم اثنين، رقم اثنين بالنسبه لي ساحل العاج. يعني ساحل العاج السنه دي انا اعتقد ان هي موجوده. تراهن على مين في ساحل العاج؟ يعني مين في ساحل العاج ممكن يعني يقود الفريق؟ هي دايما كل نسخه ساحل العاج موجود. النسخه دي كريم كوناتي، يعني كريم كوناتي. يعني حاله ظاهره. يسمى هالاند الجديد، يعني بيتقال عليه كلام كبير جدا، اتفرج عليه مع سالزبورج، انطلاقته قويه جدا، وهو رهان كوت ديفوار في النسخه دي. وطبعا هالير مازال سباستيان هالير اسم كبير، وهتلاقي اسماء جديده في خط الدفاع كوت ديفوار. فمنتخب كوت ديفوار فعلا هو الافيال دايما بصراحه برضو. والنسخه الاخيره لو لاحظتوا الاسم هي زي منتخب مصر. هي زي منتخب مصر. منتخب مصر هي مش بس بالاسماء اللي موجوده عنده. على فكره في الثلاث بطولات اللي انت خدتهم ورا بعض انت ما كنتش افضل اسماء، ولكن اسمك بيفرق، تاريخك بيفرق، صحيح. الحاله اللي انت رايح بيها بتفرق، شخصيتك برضو بتفرق زي ما بيقول سعيد. فانت لو هنيجي للمنتخب الثالث، الجزائر اسم كبير موجود برضو، وعنده اسامي كبيره، وعنده كمان تجربه مع المدرب المحلي. لاحظ ان المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري عندهم مدربين محليين نجحوا. يبقى اذا التجربه المحليه مع المدرب حلوه جدا وجايه جدا في حته العامل النفسي. خلي بالك ان منتخب الجزائر كل اللعيبه بتحترم جدا المدرب. ليه؟ لان المدرب عامل شخصيه. يعني لو هنيجي مثلا على اللعيبه وهي جايه من اوروبا، كل اللي عامل تصريحات معينه بيشيلها، كل اللي بيعيش بجد، لان دي فعلا الحاله النفسيه. زي ما كان كابتن حسن شحاته في منتخب مصر كانت الحاله النفسيه رقم واحد. انا كابتن حسن شحاته ما كانش داهيه تكتيكيا، على قد ما هو كان داهيه في ان هو ازاي يطلع 100% من اللعيبه اللي موجود عند الواحد. فرقم اربعه بالنسبه لي السنغال. هم دول اربعه لعيبه موجودين في النهائي يعني. بس مين ياخد البطوله؟ اعتقد المشوار ده صعب جدا ان احنا نحكم عليه من قبل حتى ما في ماتش يتلعب في المجموعات. فالبطوله صعبه، البطوله السنه دي مستويات فيها كبيره قويه. في عناصر كتيره جدا موجوده، لعيبه كمان تقيله موجوده في اوروبا في التوب 5 ليج. لما بتتكلم في اسم 110 مليون كقيمه سوقيه، محمد صلاح في افريقيا، وسباستيان هالر، وعندك بيسوما، عندك سار، عندك لعيبه كتير موجوده في البطوله. اعتقد انها بطوله قويه جدا وهتبقى اقوى من البطوله اللي فاتت كمان. استاذ احمد يقول لنا بقى لا انا الحقيقه يعني هبتدي بالكلام اللي قلته. مفيش مره من بعد 2010، من بعد الثلاثيه اللي حققها منتخب 6 و8 و10، حسيت ان المنتخب رايح وفرصه كبيره في تحقيق اللقب زي المره دي. فانا يعني مصر رقم واحد، احط منتخب مصر رقم واحد. رقم واحد واللي يعني عشان ما يبقاش القصه عاطفه وحب وانتماء لبلدي بس، لكن انا باني ده على حاجات كتير قوي. باني على انه الجيل ده وصل لمرحله من النضج والخبره ما كانتش موجوده في اي نسخه، بما فيهم النسختين اللي وصلنا فيهم للنهائي. يعني الجيل ده وصل كاس عالم وما كناش راضيين عن مستويات ادائه، الجيل ده وصل 2 نهائي امم افريقيا وما كناش راضيين على الشكل اللي ظهر بيه في البطوله، رغم انه كان قريب من تحقيق انجاز. صحيح. لكن النسخه دي حاسس انه في مستوى معين من النضج والانسجام. صحيح. والشخصيه اللي ظهرت مع فيتوريا في ماتشات صعبة حسستني ان الراجل ده قادر يرجع منتخب مصر فيه على الاقل للمنافسة. يعني شوف مع كارلوس كيروش ومع هكتور كوبر
انا ما كنت، ورغم ان كنت ببقى سعيد انه منتخب مصر بيحقق نتائج كويسه وبيوصل لنهائي امم افريقيا وبيوصل كاس عالم، بس كنت كان وحشني منتخب مصر، ما كنتش بشوف منتخب مصر، فاهم قصدي؟ بس هسالك سؤال برضه، احنا ناس بتحب الكوره يعني، الكوره بالنسبه لنا بمناسبه حب الكوره بنحب نفوز بالالقاب، بس بنحب نقدم مستويات. صح، تفتكر المنتخب ده هيقدر يجمع الشعب حواليه زي ما عملها في البطوله اللي فاتت؟ على فكره هو عمل ده، حسيت بالحاله دي في النوك اوتس بتاعه بطوله السنغال يعني. ابتديت اشوف المصريين تاني بيتلموا حوالين المنتخب ويقابلوا بعض، ويبقى في تجمعات في الشوارع، ويبقى في ناس بتاخد طيارات وتسافر للسنغال عشان تحضر المنتخب. الحاله دي انا عشتها في البطوله الاخيره بدايه من نوك اوتس. يعني تتوقع ان ده يحصل؟ اتمنى انه ده يحصل، اراهن على انه ده يحصل. هيحصل. هيحصل ان شاء الله، هيحصل لان هي دي طبيعتنا. ويخدمنا كمان انه ظروف خدمتنا، انه مقدمات البطوله الى حد كبير سهله نسبيا. يعني وجود الـ 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 الفرق اللي موجوده معاك، الرأس الأخضر، ويساعدك انك تبدا بدايه كويسه، ومع المشوار والماتشات هنيجي باذن الله. ان شاء الله. انا هحط باذن الله مصر رقم واحد. بقى. اثنين احط احط منتخبين بصراحه، احط المغرب والجزائر. احنا بنتكلمك دلوقتي على التوب فور. المربع الذهبي. مربع ذهبي. احنا عايزين اربع منتخبين. مصر، المغرب، الجزائر. لو استبعدت السنغال هزعل منك. انا كوت ديفوار والسنغال مش قادر استبعد واحد منهم. ايوه انت بتحط في مرتبه. ايوه بتحط ده مرتبه ثانيه. كوت ديفوار والسنغال واحد منهم يعني اعتقد يستحق. ما ينفعش يخرج بره دول يعني. يعني. طب لو في حصان ذهبي في البطوله تفتكروا يكون مين يعني؟ ما اقدرش اراهن برضو. الكوره في افريقيا بقت بتتغير بشكل سريع جدا يعني. في سنه من السنين كان في اوغندا، بوركينا فاسو ممكن تبقى واحده من القوى الصاعده في والله تنزانيا بالشغل اللي عملته. انت تقييمكم ايه الماتش تنزانيا ومصر بالمناسبه من اللي شفتوه؟ يعني شايفين التجربه كانت مفيده لينا اكتر، مفيده ليهم اكتر؟ الجوانب الايجابيه الجوانب السلبيه، بس هاخد عناوين. هو اكتر حد مستفيد لمصر ولا تنزانيا؟ المنافس بتاع تنزانيا، لان هو مصر منتخب محتمل ان هو يتقابل في النوك اوت، وعندك كمان منتخب تنزانيا مع المغرب. يعني اكتر حد مستفيد من الماتش ده هو المغرب دلوقتي. او محلل اداء منتخب المغرب. بالنسبه لمصر زي ما احنا قلنا ان التجربه مناسبه لحاله المجموعه بتاعتك. حاله المجموعه ده منتخب متوقع شبيه للمنتخبين اللي انت هتقابلهم، فعشان تاخد الست نقط لازم تقابل الحاله دي، لازم تقابلهم بشكل الفني بتاعهم. بمعنى ان منتخب تنزانيا بيدافع، بيتكتل كتير تحت الكوره، اعتقد برضو كاف فيردي، ومنتخب موزمبيق هيبقى تحت الكوره وبيتكتل وبيلعب دايما على حته ان انا اخطف والعب على المرتدات. مهم جدا ان انت تتمرس على ده في ماتش ودي، ماتش معلوش اي ضغوط، وبرضو مهم ان انت تكسب مكسب يكون مقنع، يكون فيه اكتر من هدف، يعني سواء 2-3 لو قدرت كمان توصل لأربعة، بحيث ان انت توصل مسج للجمهور لا احنا داخلين البطوله عايزين نعمل حاجه. مهم جدا الماتش الودي ده ان انت توصل بيه رساله خاصه للجمهور، بحيث برضو زي ما اتكلمنا احمد ان انت تشد الناس تاني تبع البطوله. لان برضو عدد الجمهور اللي بقى عنده شغف ان هو يروح ورا المنتخب بيقل، فالمنتخبات او البطولات المجمعه دي هي اللي بتشد المنتخب تاني. صحيح. هي بتشد الجمهور بتاعنا. مقياس يعني تقييمك لمستوى الاداء ولطريقه لعب المنتخب في اللي تابعته من مواجهه مصر وتنزانيا؟ هو لو في مكسب اهم ان اللعيبه لعبت مع بعض مباراه قبل البطوله بوقت قليل جدا، بحيث ان ده انا بعتبره تسخين للبطوله، فطبعا مهم هي مكسبها الاول ان اللعيبه لعبت مباراه مع بعض. شفت في التجريب بعض الافكار، يعني هو بدا الشوط الاول بيهاجم بصلاح، شايفه طول الوقت صلاح وتريزيجيه بيهاجموا من على الاطراف. الشوط الثاني شايف ان صلاح وتريزيجيه قريبين من ال 18 جوه في العمق، وبشوف الاثنين الظاهرين متقدمين في الشوط الظهير الايمن عمر كمال او الناحيه الثانيه في الجهه اليسرى بيهاجم بشكل بخمس لاعبين. فاعتقد انها كانت فرصه للتجريب. ايضا امام عاشور هو كان لسه ما قررش لحد اللحظه دي هل امام اللي هيبدا اساسي ولا حمدي فتحي، لسه بيفكر. فكونه يدي وقت طويل لامام عاشور فهو مكسب بيقيس من خلاله هبدا بيه ولا لا. فاعتقد في مكاسب كتير. ايضا بقيه التغييرات، دخول احمد سيد، بتهالي المنافسه في الحته دي هتكون اكتر بين حمدي وبين مروان عطيه. يعني الملعب ما يشيلش غير واحد من الاثنين، لكن امام ممكن يبقى بديله مثلا زيزو يعني مثلا، ولا ايه؟ مش لا
أنا بشوف ممكن إن حمدي أشوف إن مروان بنسبة كبيرة هيبقى ثابت، ولو قرر يستبدله يبقى هينزل النني تحت. يعني هيقرر ينزل النني تحت. أنا شايف إن حمدي لو لعب هيبقى 8 أفضل. ليه؟ لأن الحتة اللي بيعملها دي بيعملها بشكل كويس جدا، إن هو يخش يزود العدد جوه ال 18 مع مصطفى محمد. مين 8؟ مين أفضل 3 8 في منتخب مصر؟ ده سؤال حالي. سؤال أخير. إمام عاشور رقم 1، رقم 2 النني، رقم 3 حمدي فتحي. حمدي فتحي النني. حمدي فتحي النني. صحيح. يعني كلها أيام، ويبدأ المشوار. حلم المصريين بأنه المنتخب السنة دي يجيب لنا بطولة، غابت سنين طويلة، 14 سنة دي فترة طويلة جدا، على ما اعتقدش انها اتكررت قبل كده من ساعة بطولة 86، كانت اطول فترة 12 سنة لغاية لما جبناها في 98. فاعتقد انه ان الاوان، وكمان بالاضافة لكل الكلام اللي قلته انا وشداوي وسعيد، بشوف انه الجيل ده كمان يستحق انه يتكتب في تاريخه انه حقق بطولة امم افريقيا، زي ما كنا بنقول على الجيل الذهبي، تريكا ومتعب وبركات واحمد حسن وعصام الحضري ووائل جمعة وحسام غالي وعمرو زكي، ان هم كانوا يستحقوا يوصلوا كأس العالم، لان هم الحقيقة كانوا جيل من افضل اجيال الكره المصريه. بشوف مش انه مش حلو. لا بشوف ان شاء الله باذن الله ان هم السنه دي ان شاء الله لو ربنا في توفيق، طبعا عامل التوفيق وفي قرعه وفي طرق مواجهات ممكن تقصي منتخبات كبيره جدا. احنا اتفقنا على ترشيحها المربع الذهبي، ممكن تخرج من بدري. نتمنى ان شاء الله بس ان الاولاد يعملوا اللي عليهم، وان فيتوريا ينجح في قياده منتخب مصر في العرس الافريقي الاهم ان شاء الله، بدايه من مواجهه الاحد المقبل امام موزمبيق. بشكر حماده الشناوي، بشكر سعيد علي، شرفتوني ونورتوني، واتمنى نكون ادينا فرصه كامله لمشوار منتخب مصر وللبطوله بشكل عام. شكرا جزيلا. شكرا لكم، شكرا لكم على المتابعه. تحياتي لكم.